سمعت أمس من يذكر عنكم الفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟ 100 صحيح. 100 صحيح؟ طيب ما الحجة في ذلك؟ كان الصحابة. هل يعني ممكن تذكر لنا أمثلة؟ إني تذكرت من فعل الصحابة. فعل ابن عمر لأنه ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد بالحج والعمرة، وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين أبي هريرة ومجاهد وغيرهما. هذا الذي استحضره الآن. لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي قال إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خلف فيه، وذكر بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانت لحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين. فيقول والظاهر من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية، لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم وفروا، فالأخذ وضد التوفير، فلنا ظاهر النص لا نتزايد عليه. نعم، أولا هذا الأثر بالسند الصحيح ما رواه؟ أنا ما أدري، أنا ناقل. طيب من ذكره؟ أنا ما أدري أيضا، لكن إن صح إن صح بكل مسألة فيها خلاف بين الصحابي. نعم، وهذا يعني صحابي من جملة الصحابي، فحينئذ تكون مسألة من موارد الاجتهاد والنزاع، لكن أنا ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر. أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصح إسناده؟ يعني أثق بنقله، هو لا يجتهد من عندي إنما هو ناقل، يقول أنا قرأت كذا وكذا وكذا، فنقله أثق به. لكن هنا بارك فيك، ليست القضية قضية نقل فقط. من الذي قال إسناده صحيح، أهو أم الذي نقل عنه؟ الذي نقل عنه. والمنقول عنه من هو؟ هو من أئمة الحديث؟ من المصححين والمضعفين؟ ما أدري، ما أدري. إذن هو ينقل عن مجهول؟ لا، هو نقل عن كتاب أنا نسيته. أنا نسيت الكتاب الذي نقل عنه. طيب من الناقل؟ أخ لنا في مصر أسميه ولا لا حاجة؟ لا، بقول إذا كان في ذلك غيبة لا تسميه. لا، ليس غيبة. إذا نسميه. وأخ أبو عبد الرحمن إبراهيم ابن عبد الله، هذا من المشتغلين بالحديث. إبراهيم ابن عبد الله له آثار هذا الأخ؟ طبعا هو ما غيره. ككتاب او ذلك؟ اي رسالة مثلا، كتاب. نعم، له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والالباني. يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة شيخ السيرة، انا اخذ بروح الحديث ولا اخذ بنصه. فهو يناقش معنى الحديث ومبناه في ضوء هذه النقطة. وراه كتاب إرواء الظمي. ينتهي لماذا؟ نعم، ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المعنى، على المبنى، يعني إن كان المبنى يساعد على المعنى أهلا، لكن لا أتجوز وأتوسع وأرفض الأحاديث الصحيحة بدعوى إن المعنى غير مطابق. وله أيضا، وله كتاب إرواء الظمي بتخريج سنن الدارمي. مطبوع هذه الأشياء ولا لا تزال في عالم مخطوط؟ لا، هو ما زالت في عالم مخطوط.
وأنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له أم هو قال لك؟ سمعت نعم. أيضا نقلا عنه. نقلا عنه. فهي رواية منقطعة أو نازلة. لا أو الوسيط هذا تثق به؟ هو؟ لا الوسيط الذي نقل لك عنه. لا أنا لا أوثق. على كل حال نحن نتوقف الآن لأنه أستبعد جدا صحة مثل هذا الخبر. لكن يا شيخنا لو ثبت وتعارض فعل الصحابة أليس الرجوع إلى ظهر النص أولى؟ لا في شيء أنا أذكره لك. المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص. الشيخ ابن باز طبعا يدندن حول وجوب التمسك بظاهر النص هذا، ويقول في تعليقه على رسالة القندهلوي رأيتها ولا بد بأنه لا يعتد بمخالفة الصحابة. هذا الكلام في زعمي أنا خطير جدا. لو تشكك في صحة ذلك في نسبة ذلك للصحابة كان يعني مقولا أكثر، فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر أن نقول فيه إنه إما لعدم فهمه لعموم النص أو إطلاقه، وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه السلام، مع أنه من بين الصحابة هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غلوه وتشدده في اتباع أفعال الرسول عليه السلام، حتى ما كان منها جبلية ولم تكن من السنن التعبدية. فما يمكن أن يقال بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه السلام وقد صاحبه ما شاء الله من سنين يرى الرسول عليه السلام يطابق قوله فعله وفعله قوله، ثم يأتي هو ويخالف القول والفعل معا. هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الصحابي. يمكن أن يفترض مثل هذه المخالفة بالنسبة لصحابي من الأعراب مثلا من البدو اللي جاء إلى الرسول عليه السلام وآمن به وسمع منه بعض النصائح أو بعض المسائل ثم رجع إلى غنمه إلى إبله إلى باديته. أما ابن عمر الذي صاحب الرسول عليه السلام وحرص ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام حتى فيما يرى الآخرون أن هذا ليس من اتباع في شيء وإنما حبه أودى به إلى الغلو في اتباع الرسول عليه السلام فيما ليس به سنة. هذا الرجل من الصعب جدا أن نتصور إنه يأتي إلى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله ويؤكد بذلك قوله وعفو اللحى، ثم هو لا يعفو فيخالف ما رآه في الرسول وما سمعه من الرسول. وفي اعتقادي لا يشك كل ذي لب وعقل أن هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصورة عامة وابن عمر بصورة خاصة مباشرة من فم الرسول عليه السلام إلى أذنه
سيكون هو أفهم له من أي رجل آخر يأتي في آخر الزمان أو في قديم الزمان ولكنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن ابن عمر قيد يا شيخنا بالحج أو العمر الخاص. لا لا قلت لك آني ثبت عنه هذا وذاك يعني. ثم هذه مسألة ممكن تصير بيننا وبينك مثلا أنت ترى الأخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة للسبب الذي ذكرته، لكن الشيخ بن باز وأمثاله لا يفرقون لأن هذا فعل ابن عمر. فالموضوع ليس الآن موضوع القيد ولا الإطلاق في الحج والعمرة أو مطلقا، الموضوع الآن أن سواء كان الأخذ في الحج والعمرة أو كان الأخذ في غيرهما أيضا فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من أهل العلم لا فرق في هذا وهذا، كل ذلك يخالف النص في مفهومهم. لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل على أني أجبتك بأنه ثبت عنه الإطلاق. القيد هذا ليس قيدا وإنما هو جزء من أجزاء النص العام، فهذا وجهة نظري في الموضوع. لكن شيخنا بالنسبة للفتواك بيستغلها بعض الناس لدرجة أن لحاهم تكون هكذا لا تكاد تظهر، مثل ما قال كان دهلوي كحبات الرز. نعم هو كذلك، فلا يبدو سيما المسلم بتوفير اللحية وأنها تكون سابغة ونحو ذلك. نعم، لكن نحن لا نزال نقول بالتوفير ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر اللي هو القبة. نعم، يعني إذا كأن مجمل الفتوى أنه بعد القبة لا يأخذ. نعم، يبقى إذا رجعنا إلى القيد. القيد أي قيد؟ اللي هو قيد كان إذا حج أو اعتمر. لا 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 بارك الله فيك، في عندنا قيدين الآن. نعم، قيد زمني وقيد موضعي. قيد يتعلق باللحية. نعم، وقيد يتعلق بالزمن. نعم، فنحن وحدنا الآن في اللحية ليس لذلك علاقة. هكذا اتضحت يعني. هكذا اتضحت الحمد لله. طب سؤال يا شيخنا بالنسبة لأدوات التجميل